بالنسبة للتعرف على طريقة كيفية حل المشكلة يمكن تغيير عملات حسابي، قم بالضغط هنا على تطبيق كريم من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على المساعدة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على لا يمكنني تغيير عمالة حسابي، وبعدها سوف نقوم بإيجاد هنا جميع المعلومات التي سوف تحتاجها. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التواصل معنا، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة.